سمك الفيليه بصوص الكاري. هنجيب سمك فيليه، عندنا الدقيق، توم، طماطم، بصل، جوز هند، لبن جوز الهند، وعندنا كزبرة وكمون وكاري أحمر والجينجر. تعالوا نبدأ كده مع بعض نعمله بسرعة وسريعا كده، ايه علشان اهو يبقى حلو معانا. هحط شوية صغيرين جدا جدا من اللبن، نخليه كده وهنا برضو نحط شوية من الزيت، وهنزل فيه البصل، اهو كده. هسيب بقى ايه الـ البصل يدبل شوية، وعلى ما اسيبه تعالوا نحط مع بعض هنا المكونات. الطماطم اهو، بصوا بقى كده الطماطم هنحطه هنا كده، وبعدين هنحط الكاري، اوكي كده هنحط الكاري، كاري احمر، ايه زي ما احنا شايفين هو معجون، اوكي. وهنحط معلقه من اهو جنزبيل، بيدي اضافه حلوه جدا للسمك. وهنحط الثوم، هنحط ايه 3 فصوص من الثوم كده اهو، بس اديها عشان يطري شويه. بس لسه عايزاه ايه يعمل شويه. حابين اهو حابين ان احنا نحط الكاري هنا، اوكي. حابين نحط الكاري مع البصل برضو هيبقى اوكي، بس انا عملته علشان ياخد النكهه كلها معاه، بس الطريقتين هيبقوا تمام معانا اهو. السمك مش هياخد برضو مننا وقت خالص، عشان احنا ايه هنعمله كده على الناحيتين سريعا برضو. انا بس عايزه بس اعمل كده عشان ايه لما اجي اعمل اهو كده كده هياخد الصوص، بس انا دايما بحب ادي ايه الاضافه بتاعه التتبيل، علشان الطعم كل ما يبقى متبل كل ما يبقى ايه احلى كتير. فانا هحط له بس شويه كده ايه يدي الطعم بتاعه، وهدي له كمون اهو، شايفين كده اهو، ورشه ايه ملح خفيفه خالص كده تمام. ارجع تاني ايه اديله كده علشان لما اعمله دقيقة اهو، نعمله كده خلينا نعمل كذا واحدة بسرعة مع بعض. يلا بقى نحمر دول. اهو حابين تضيفوا ليمون اوكي، بس انا ايه عشان الكاري هيبقى عامل طعم حلو قوي، فمش ايه مش عايزه ان انا اخفي طعم الكاري، بالعكس انا عايزه ايه ابين الطعم. يلا كده البصل عندنا اهو عمل لون، تعالوا ايه ننزل بقى الصوص معاه، هننزل بقى الكاري معاه عشان ايه نعمل الصوص يطلع حلو جدا 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 وهيعجبكم قوي، وتجربوه بقى وتقولوا لي ايه رايكم. نسيبه بقى
بقى كده شويه مع ايه، مع البصل. تعالوا بقى نحط الكزبره معانا، هتفرق جدا في الطعم. وممكن برضو نعمل الكوكيز من ثلاث اصناف بس هيبقى سهل جدا وحلو قوي قوي قوي. برضو ممكن نعمل لهم ال ايه، تعالوا ما نشوف الفاكهه ونغمسها. بصوا بقى الفكره دي حلوه جدا اهو، بصوا كده تقلت ازاي يا جماعه اهو كده، الصوص تقل قوي قوي قوي، بس نشوفه محتاج ملح ولا لا وخلاص. تعالوا بقى ايه ما اوريكم هنعمله ازاي. الله، سبايسي وخطير. الاكله دي يا جماعه اللي بيحب السبايسي هي اكلته، اللي مش بيحب السبايسي هو هيقلل جدا المفروض بقى من ايه، من السبايسز اللي احنا حاطينها اهو. تعالوا بقى ايه، ننزل بقى عليها الصوص بتاعنا اللي احنا عاملينه. Thank you.